عليكم ورحمة الله وبركاته. المستشار محمود العسال يرد على حسين لبيب. علق المستشار محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك على بيان حسين لبيب بالأمس، والذي طلب برحيل مجلس الإدارة الحالي. حسين لبيب أكد في بيانه أن المجلس الحالي سبب أزمات النادي وطلب برحيله، ليخرج محمود العسال المستشار القانوني للنادي وهو المقرب من الإدارة ويرد على حسين لبيب. وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب محمود العسال قائلا موجها رسالته إلى حسين لبيب: الكابتن حسين لبيب، سيادتك نزلت بيان مفاده أن تصحيح المسار لنادي الزمالك بإقالة مجلس مرتضى منصور. والله يا كابتن أنا بأسف لسيادتك، إن دي نظرتك وإنت من كباتن الزمالك الكبار وتوليت رئاسة لجنة الزمالك. والله يا كابتن حسين ما كانش عندي الرغبة في التعليق على كلامك، لكن للضرورة أحكام. عارف ليه يا كابتن؟ كنت منتظر حضرتك تقول إن تصحيح مسار الزمالك يأتي بإعطاء الزمالك العدالة الكروية والمادية بالمقارنة بالنادي المنافس. كنت منتظر يا كابتن تقول إن تصحيح المسار لما الزمالك يقدر ياخد حقه من المنظومة الرياضية. كنت منتظر تقول حضرتك إن تصحيح المسار للزمالك يأتي عندما يعطي الإعلام الرياضي المصري لنادي الزمالك حقوقه كلها دون مواربة. كنت منتظر سيادتك تقول إن تصحيح المسار لنادي الزمالك يأتي عندما يكون المستطيل الأخضر هو الفيصل. للأسف سيادتك تنظر للمجلس الحالي وكأنه مصدر الأزمات، وهو حاصل خلال سنة ونصف منذ توليه على بطولتي الدوري والكاس وكافة البطولات الجماعية، وتناسيت سيادتك أنك كنت على رأس لجنة الإدارة النادي وشاهدت الظلم الواقع على ناديك. الكل ينظر لمجلس مرتضى منصور من منطلق شخصي ضد الرجل، ليس دفاعا ولكن حسرة على الرموز وتفكيرهم. قدر الله وما شاء فعل. تسلم لسانك يا محمود عسال، فعلا كله باصص لنادي الزمالك على الكرسي انه مطمع وبس، ما بيفكرش ان ايه اللي بيخلي نادي الزمالك وصل لهذا الحال. محدش يقدر يهاجم اعلام فاسد تابع للاهلي، محدش يقدر يهاجم اتحاد كرة فاسد تابع للاهلي، محدش يقدر يهاجم لجنة تظلمات فاسدة تابعة للاهلي، ولا رابطة اندية اصلا كلها اهلوية. لكن كل اللي عارفينه وعايزينه هو الكرسي وبس، عينهم على الكرسي، مع انهم قبل كده كانوا في الكرسي وعملوا في نادي الزمالك، بهدلوا نادي الزمالك. فتسلم يا سيادة المستشار محمود العسال، كان كله لازم يتوضح للأخ حسين لبيب. الأخ حسين لبيب اللي ما نعرفش لغاية دلوقتي هو ايه صفته علشان كل شوية يطلع بيانات.